سيدنا الجو يعني ده طبعا كوه الله يولي مع الانجليز وهم على لنا وقال جرى كعان سيد طلال سيدنا يا حمد طبعا لو أجيب أصلي بارك حقيقة سبحان الله يولي الانجليز وهم على لنا هذا الانجليز الشاف هو تدبيسية الانجليز هاو ار يو اخواني الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتم أن كيف تتعلم ان 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 تتعل
وحاول يسجوا يوحوا على إزداح قريك خاصة يكون أماتي إنجلسة معوه هاو أرجو هاو أولد أريو ما قرنا يوويكا شيخ إلو لبي هذا زيجي بحبي هذا مربع الامتحان قطع إنجلس يعني مربع الامتحان أنا ما طلبتو عبد الله القاهي مرقاس ولا إنجلسة وقرنا إيسا وأحبا نكرنا كل مرقاس ولا 1, 2, 3 كابلا وقتين إلا وقل يجي ما قرنا نعطيه هواي ما قوام بالعب إلا هبائي فضي إلا 19 أنجل 16, 17, 19 إلا هبائي فضي 20 أنجل وعب وعيو تيم تيم بقى إيسا تقوطة 17, 14, 15 20 ما قلنا قاعدة إلا إستعلم وانتين إلا هاتين أنجل فركة فعوية في قطة دراسالة أهد البعض حقيقة إلا فرقه دعوه بيو باهدة وحان دعوه مكان كيلي وضد دعاه بان دعوه ضد دين تجعل ومكي مركب إكرامه واحترامه شلق من دون سنين قالي هو وضيه وحوية قالي لو حفي عنه ما صار لينه ولا خسر لينه ما كان في مشكلة وحدة وضع وجرى مرعيد تجي مكي نعي مرعيد كتجي مكاسو قال شيخ ومجهدة قالي وقال له مكي عاكتن صاني لها بولي بولي سوري معنا ورحمنا فالشيخ عنكو عفيد وبهترطة احترام ما كنتاف أكلة أديب أشرح لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشرح لها لكن أفكي أنقرني تصدق إن شاء الله تعالى الوضع إلى الضغطة دعونا قتل القابس يا شيخ ما شاء الله تبارك الله وصمالك الله وحوية إنجلي شبوها الله ومجود أمري سفع الوصف في عالمنا ما شاء الله لكن أسهل حيو ولي هيو أفرحوهم يا طالب تصدق أن كارفي عن أهل القابس فردي خوالي حنا وعيال صور عظيمين عجيبة براحية من أنقرة حافظ أن تجينا هاي أيوة صواعي سلام ألف مليون سلام كنت مؤوين يعني وعود على المقوضة طبعا وعلى شيء حسن بيها أخي وحام مقلي أرض وحام مقلي يعني سويسيين وحام مقلي إن تتفقوا طول كلام جيدو سوسو الجيدسو هذه شيء وعدت بسر المشاكل أبيك أن بركزان عطاها قرآن كهربا دعا كهربا قلوبك لجيدان وعين أسوك كانت ولا ومن دلقونا لديابسة ومحافظة لدابون مركزوا لنا لنظر جور مين أجيد الشيء أعطيها لا إلا دقالي محكمة قالي إجيلي فربا إلهي وقالا صحيحي وافري جودي أول وإي جعلت هذا هو إن علي مركزا قلبي إنه كبحي دين كلا نسيا مغلي مرتوى أرجوك شا حسن وحن كان رجينا يودا سقلبي جستيس سوجيد صاروا يا لينكي حد كرسينا قلبي أبوح النعب إنا ينعرف نكار نكسي جيل أنا مسوجيد سبحان الله مركاسو وقدري واختار اللي تريد من المال وعقدها وتشيء وحركة بسيرة حسبنا الله ونعم الوكيل إلى ما أنت ذيك يا أم السرايا جالس في أهل نفس هذه الولايات أو إلى ما مهدي حقيقة إلى إجازة بسيء ذيك يا محاضرة بلا أن حسب أشياء شيء سؤال من ديما هذه ما تقول تقول والله أنت تعرف تقول على سرابة بس كذا ما بتقول مرك من الكلام أقول جل وحكم ده مرك الحمد لله لله كبره وأموالي وحشيره والنافع الضار الحقيقي هو ربي سبحانه وتعالى ومحبنا الحسوسين مركز أقول هذه وحاقه وحاطها يقول صنع رب العالمين هذه أبو سمين الله حالك هذا أبو باهنتها بيد الله هذا الإله يكون حرنا وحبك ترسي مالك كيف كيف مركز أقول مثال مبالغ استمعي سامسونج الله أحاول سوسو أبوك على شركة آيفون بوجين إذا لا مش هو مش شغل هذا شغل هذا ما أنت تقول له سامسونج بوجين لا إذا أي كايا قال سميك آيفون آيفون البوجين نعم هذه اللي يقو أبو الله هذه وحكاها لوان أمرك إلى الله ففروا إلى الله إلى الله بريس الله تقدر إلى الله وعبد الله طيب سنقول يا أبو الله
أولاً وحنقول على قريص السمين. صوما شقيس ها شغل هذا لو بيزدح بلا إيمان حاد يدور شغل عليهم في الشوكة شغل على أبو العيش. طيب الله تبارك وتعالى أزرق خلقي أدوك أبو كان سبحانه وتعالى وقلت لي أنا العابدين أسدوية قال معني أيديهم هو أخي وما خلقت الجن وليس إلا ليعبدون إلهي فضلي سلينكي وإلى بر الله إنه حسنها بين صلاة بلا غاير وحوي إلهي مبرنا جل جلاله من قبل بقى هذا يسوق ربك قبل ما هذا أعطى هذا مع الغويدة شيخ وحول عاو نير بقى وهي المام كل المدرس على وقال ما يعاو هسيعني شيخ قبل أسلو جيني زينا وغلها قبل أسلو الله عناني وإلهي كبر من الكوية قبل أنت سنقل بقى هذا الجريم وهو يا رشيد حافظ بكل مغير مقر الجريم على قمان غاله وطرته وعلى قدد وعصبته صومها الله جل جلاله كفي عام من الكوهية الإلهي كحرنا وإلهي كضيعي ماري مقبل أليا وحي نصف وحي مركة أرمي سبحا قال لي سبحا قال لها لا يحل أمري إلا أنت أرم كي يمانك وحكا وحميك المجر إلا أدق المريان أنا قلت شيرتك مركز الحمد لله أخيرا ابتزل إلهي سبحانه وتعالى وطبق كان عدم ضوي صلاة وإصلاة ينبلاوة بيش نقص وطوص مقبل أليا وحي مركة عن قحصوصتي قصة نفس العراق تتعلم عجيبة ويقفك رب إلهي عبد الله سبحانه وتعالى وإن إلهي تبارك وتعالى وحكس المسلمين إلهي جثة المسلمية أدعو عرونا إلهي جثة وعرونا أدعو علينا إلهي جثة وحيرية كل شيء لله سبحانه وتعالى ذلك مركة قال إلهي لحسابه سبحانه وتعالى وأه إله هدى مع رئيسيس أنه حاسة سمينة أداد وحيسيس وعلى لسان القرآن الأخرنا أداد هو يوم مقرنا قال إلهي سيكون الحساب سبحانه وتعالى بركة بس العراق كان عودي حسوسية عجيبة من عراق وضدك عروية يعني دول الاحتياجات الخاصة يعني عقلية وكله سيدتك لك لما نقول الله وشق لسانك لما الحسوسية وشق لسانك ما شاء الله هذا يقول الإستاذ لما يرجعك عن الصديق لما يرجعك عن الصديق إله مبين وإلهي كان عبو شق لسانك لما يرجع الميز هذا إعافزي فضبير إشراق دفتر الصومة يا رب العالمين دمال فيها عاف مالي فضبير إشراق الصومة ما شاء الله ما لدي سجدات دمال في مورد انتابع إنا لدي الله وكسر إله وإما ساني قلي سوف وبرنا أنت لقلني فضب لي الصومة دمال كنتي لسابيع والله يبدا الصومة صوصحه لو تنسد علي الصومة فضبها في جمال قرار عمرك الدد إلهي سبق لي حسابه نفس القصة من رسول عصر السيد آية في كتاب الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إلهي المكان المبروبي مكليه تبارك وتعالى واحكسر الإلهي رب الكحر إلهي جل جلاله سبحانه وتعالى الله 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 وقلبي هو إياي وحق هيو مرد كويس ومشكور كويس إلى المكابرين سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور يفعل ما يشاء ويختار وحق مفلا إلى إلهي كحر ناتج إلهي آمنتي سبحانه وتعالى قال رعيب إليه ومر وعشاه أنت أفهم رباء وحبا إليه ليس دعوا مباهانها يدعو عيسى سوى مكاسا كل هذا بارك الله فيكم أليك أضبط في السلام الله بين الله بين الله ما شاء الله عظيم ما شاء الله الصلاة سكوت وطوصنا تلك الجوكة يا قد فتوسيين يا ربي يا أبين آدي الكاتقين إلهي لا أقول الله بل قالوا بدي ستوامي لعما أقول الله قالوا بدي ستوامي رواها قالوا بدي ستوامي سوى هدية منه صومع من الله صومع وإلهي بكم هدية وهدية صوكم مسيري أمين يا رب كرم وحكي الكاتقين أضع على شهوي وكجر في ظلمات ثلاث كاسر بدي أضع عظماء طوابك إلى أدنك أضع وحوي في سنة صلاة مقصي دري أضع وحب عبادة سنة وحرة كسي يقول لك السنة أضع عبادة سنة عبده برناي إن كشك السيد ما أهم إن وحرة صبت إلى عطوه نيسي سبحانه وتعالى إذا إيمان كريم الجديدين ودك سوء لنا وهي مدعى إله سبحانه وتعالى قتل سعدنا وباهيات
أذكر رب سبحان الله آية في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلهم عقود بسيئين وأولئك هم المهتدون وبشر الصابرين مع كهري مصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بعد المصائب إشارة لثمرك لما قبول عظمها في ضيها تحت المصيبة وحجره منحة ربانية هدية من الله يا كفى يذكر الصابر المحتسب ومن المسلم الكبرى عوه إنا لله وإنا إليه راجعون المؤمن الحقيقي إله آمن سبحانه وتعالى والله سبحانه صلى الله عليه وسلم حمى شيء وليه الرب صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر حقوق السوء بدلا وإن أصابته ضراء صبر كلنا خير وقيس ولا يكون ذلك إلا للمؤمن وكما قال عليه الصلاة والسلام مركا ما تنسوا صعيا وحنا خلنا سوء التراضي حليا سبحان الله آيات أسولي قيمات قول مفاهيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مصيبة ما تعرف أدوك إلا بإذن الله إلا بإذن كيسة تقع إخواني أعرف أسمى في الرمو يعني مثلا هذه القف إنعد ميدان قوضة قف إنعد وحيدها ليه عرضي من زيادة زائر وأولى من أحبناي وندر عظمي لكن وحى الله أيا مثلا إلى قاضي قف أنا الآن أتم لكي هو يوكي أحمد الله هو يا عالي قاضي أنا وحى سيدي وغالي يقول محاني أهل أنت دي وحى أنا قفكي أن قعد وأنمسى وحالة المركة هو يا قاضي خاص أعصابتي من دقيزة ويريد وحكوة المجرم أليس كذلك؟ وحكنا حديث بضل المجرم إذا المثال ما كوى يا إخواني ابقى أقول عليك يا قدري الله لا مدرسة يا وين أشكالك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وحن إلهي قويكم وقوم دعان لا يلعبت أيها المسكين وحن إلهي قدري وقوم دعان إذا حينها وكي مصيبة دعوه قالت الله إنما الصبر عند صدمة الأولى تضع قطعه ومحي الرخاضان وأجر كينا هوايان وهي عند المصيبة منحة ربانية قف في إيمانك لو قد استقينك رب كفى إذي سنكر وبشر الصابرين سوى قلائي أولئك هم من المهتدون سوى قلائي إذن ذا تقارنا مصيبة من قبل عيسى أجر كينا ويقضايا إلهي وكفى بانايا سبحان الله أما المؤمن الحقوق هاي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يا قدري الله الحمد لله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبة هذا واخلفني خيرا منها هذا المؤمن الحقيقي وكلام يقولي هاي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله حينها قف إياه يا إنسان يقولي الحمد لله لا قدري هو العصر الربيعي ماذا هاي فلان علان كل ما هذه الصلاة وكل شيء هو ماذا حركة سواجته أنت جوتا ماذا حركة سواجته تبع لها اليوم ماذا حركة عجيبة وفي عينها مركز هريجيو ماذا حركة مسألة ماذا حنو بقى طوله بتكلم لها اليوم مركز ماذا سواجته نريها رسول قتيل ما يلها هريجيو حنو ولا مية ولا ماذا حنو شيخه معاكو حاليا مركز كل نداء الولنج وقو النفر والضرب بيد الله وإله هبل هبل آية حيكاب حبا أن الكاب آية كريم وحبوك هو سمين كريم المخلوق إيه من سيدة ذكر وإيه مركز هذين هو رحمة قيمة ورمتي رجل فاضلة أي شيء كي قبل يسا كي شيء كي قف كان يدرس دين ولا سنتهي وإن يدرس إله يكون حالا انتهي الله تبارك وتعالى على حسب النوايا فيكون رزاقا تفاعل بالخير تجدوه الحمد لله مرة قصة مشيك شيء وكان الله شيء في سنة المحاضرة مجيدين
شباب مسعد كل عبودها هي معناتها دولة إلى ما لنا ما كولها عن وسطه دي والول ضيقة دليل مع روحية نفس كارك عن ما في شيء يصورها ما هو يستعمل دي تقول عن دي نقابة جوي بتوعة تقول حاجة في دي إني صباح بقري أو استرس وحاس كذي تقطع تقول قال دي مرتين عبدو صعبة عبدو كو كم دي بيها صافي عالية صوبيو كسو كسو ميري قال دي عدد كيلو رأسي ما كان صوبيو كشوي وحين كده أيه سد صافي اللي صار هذا اللي بيصير وافع على هذا الأمر وحرم قبل الحمد لله عبدا أيه وانت وحين أنا سدت مبهش بس لكن واحد بلاي سقطين أبي على دمجي ما كان صدق قال يعني واحد أبيه قال كذي اللي طب كلهم داي تقول لا مش عدد ما أخطأ بيها على عالية كشوي وحكى القتال مرها استرجع وياه محل هذا تجيه مسكحية ما تكون منان ومن الناس كبيرة ومصائب إنسان وحنوسن حنون نئيسن كأهي معايو هي غرفة صوب الدنيا اللي بلها الآذان ومقالة الدنيا ومع ذلك محلية نيجاتيف فحمرت إذا نحسن نيتنا نيتنا ونجلو الله سبحانه وتعالى ونكحرنا بإذن الله تبارك وتعالى إخواني نصيحة طبعا نصيحة على نبي جيريو اللي كلمة الشيخ عبد الجيزي وفهم يسنسان ملينا أسعدك وأحويا مسؤولة دعا صعب لكن يا الله بيكم أليهم مركز في الجوغة لأن أنا بنا نصوم على عضا مسلمة نارو ملاد عام ناكورو أمدورة إنت ماشا وفهم من الله ملند ملندي ومنا عضو دنباسة وبدأ سيكو تبيه وحقا سيكو بنعاس وذكر أبو صوبوضي انت ستاك ما أبو مشكو سنان وإلهي درتي مبارا وصردي لكن عجائب أنا أمين عجائب وحيتها إخواني تتكان وطن كان جوه كل جيل مسؤولي الله إنسان وقال الله قليلا نبي صلى الله عليه وسلم ونور أمري هذا النبي بارياشي سألناي أتبعي سألناي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني متبعين في صنصني هداناي نبي يقولوا قدرني بلغوا عني ولو غايب قفك صميش عن جيوه كل مرودا كان الصواحين كلاناي واجب صان أنا صانين مسلمين تكلا إجوا ملا مسلمين تهلدوا لي تفهم أن مسلمين دعوة لسانتها لكن أهل كينيا بأكملهم بين رجال ونساء دعوة المسلمين لكسان قطع إلى شقينا بمئة لنجوه دعوية عن ربندي توحيد كلا لا شيء إلى يوم قانوني إن سبتنا سبتماهن شيخ إن سبتماهن فلان إن سبتماهن إمام مسلم الله يبصر الله إن سبتنا سبتنا تفردوس أفقوا أوقعك أتقرنيس أما صاحبك أتيهم أما كل شقيه هذا دعوة الجاسيني أما قبل كل كل شقيه قبل هذا هذا دعوة كل شيء ولا إله إلا الله معانك هذا آدم كل شيء وشرحي إلهي أبتي زمانك وطبوك ويدين دونتا وكا أيضا النار وصعته أدنى جنالة تدينها تكشي إنه كنت أعوين يسرقه مسؤولة من الأسارة هل قفت إلهي صوتك تدريه أنت على خير شيخ جزاه الله خيرا وأقفك بد به الله أعلم قبل أسبوعين صلى الإسلامي جزاه الله خيرا بيدي إلهي وشرحي وحوي يا مر أنت من أمان بصرع بصير بصير الرائع وعوين صوصة عجيبة نحن أنا لا تكرر، ومركز إسلام ديجيتال هذه الفرصة المؤمن، مؤمن كمان كفرصة زوجيانه، مرتو أركو، نيكا أفكي سفاهنا جل عسل، وحوي وحوي يرد على تاني بيبيس، أما رعية مسلمين سوي بيبيس، سو إسلام هاي اللي تفعل ديجيتال، هذه رسالة، وقول لنا الفلسي أفكي سلم كشرعية، نحن نقول وعبارة قبضها زمان الله خير، إن سبب ولد من مزاحفتي جاي حلال سوء أولياء هيا لأبقى فرشقين الزماشة قرر صوبة غالي مزاحفتي دي أسمينة أسمية أبقى فرشقالي سيئة ما شاء الله وضقالي سيئة مزاحفتي ملكة للبطن وقوة بس كل جمعيان قوي وقتك من المصحف روح كما قيه هنا وعلى دواعي وقول جيئة لو أشق اسمها من القصص بيت كمدة إسلام جديد هو وصوى إسلام الشقال والسيئة يا سوء إسلامية مؤمنين نسي يا مؤمنين نسي
خوف رجع إلى دعوة ويرى شغلة زيادة زعم الله خير مرك علينا تاسم سيدنا الله صلّى الله عليه وسلم لذا نقدم به وعوي يا إخواني قال الرسول أيوة إن قصر الله كلام سبحانه وتعالى كلام الله من قال وحوي يا إمام وحق الله وسيسكون لي وما تصدر عنه عتبة ديما كانت أنت عجائب الملوك هنا يسكوك هذا وحسكب هذا الديو من المها سكوك إبرتا وحوية لتشكيلي وسكوك قيمه لي على الشيء وحوية للتاسي ولغفع يا إخواني علمي قال إن البرتوى مهم هذا هو أن أعوبها هنا لغة ما أنت أفهم ولكن أفهم هو ولغة هي إلا البرتوى لكن محاكوه لي مكة علمي قولي صفين لها علمي إنجلش فوضين لها علمي وإلى وآخرتنا جعلت لنا كوكا بصدر إله أولادك إلهين علمي إله تبارك وتعالى كذلك يقف نول نوشا في الدقاء إن شاء الله تعالى سورة البقرة وآل عمران ما نتقيها مشفاعة وحويا تذكر أصحاب الكون نجم سورة وشيء عليه الصلاة والسلام أخوان قرانك مركوا الله يعني قرانك إلى مره معنى بها لشيء يعني معنى لما يجي الدكتورة ولا معنى كي وحارك سؤال إشارتك حتى بارك الإنسان يكلم الله لكن دعوه على الحمد لله مرحبا طيب نعم طيب أدين ستسعة وقليزة متعب زير بارك دعوه علي هايو ما شاء الله رح سؤال الله بحن أول قلاتي أنا بلتي الله بحناك سؤال كان معك وعلي أرني إذيك بديمة رتبنا إنكي شمار مرحبا معنى كي أمعيدنا نقوم الله معنى كي يبتي كتاك صوت كل شيء يا شمع مرحبا لله رحمة الله سبحانه رحمة الله بحبه إلهي روحي الله سبحانه وتعالى خير رب العالمين المعنى قرآنك النظر خاصة كبلاها ثم ركبتين قرآنك النظر قرآن في قرآن مؤخرين لهم وحبوط المامي كالبيت الخريب قولي مارك وحام بغضي مارك وما كان من درس ويدي وها قولي كل شرعي مامي إجابي فضيابي قلتي حتى إنتا مسيطة بالسجاري وإن قولي قرآنك مؤخرية قرآنك وحوية دفاع الأولياء هذا درجة كرمتها عورضها ويسترمتها لكن وحويان الشياطين والجن وحان الأنكين وفك عنا هذا الشيء إلى كتاب المركعة قاستين إلى المدينة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجاب من النار حجاب من عذاب الله حجاب من العين حجاب من السحر حجاب كل شيء لكن مركعة تدتك وحركة يقع أستراكين لكن الشيطان كان رغم معلي ولا الجن ولا كل الدنيا مركع ما مري كل اللي انتهيت وحيا هذا القرآن من الواقعية وكل دي مشاكل عن هيستو إن القصة تعيشة وحكمة مركع عني يرد إلى عن السلحة شكرا دكرا كسر بالتالي على الملدك الوحيدين مركعين مركع ورد كل كان عقلمه جكر عشر أكريا يا كريم مجرد عنا نبدقنا دضع قمامه شكرا ولا كسر سبحان الله أنا أبو الحيبة أنت بيش جماعة أصدق مركز هذا موحيد هذا مسخوش مركز قليل بقى ماني دواليك وأصبح دوالي إذا في أوي جوكتا أنا وان جوكا مسخوش ألمك يا مفري سك سك اللي هو الصريحة أفكار أبو جوكا هذا تفتد ما هكيس حق هذا تكجير تدل وكل هذا قال الله وحي يجينا مرنا قال مركز هذا القرآن كما قرني سين وقرني نشي مركز وحان قد هذا انتفاع رسمي بها حسن يسري اللي هو كلام الله أبكى دون قوة وقيمة بغن هذه مريكا أما وحويد الله رمري سمي قصة وقلطه وقل قال إذا ستي عم قدس فأوها ويسطه والدين في عمر وسطوهن ألبابك فليس ست بحيث لك لا إيش هو الله يقال الصلاة أبكى سمحوك الله ربطه لك لا وحيش قبل إذكرية طيب شيطان هذا كورن اللي شارب شيطان اللي تبارك وين نقول له أمام الله نقول له صوتا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد بل ربك صوتا أمام الله طيب خب كاس مركع وحوكا بيني الجن والشيطان السحر والحسد مركز كل الدوليين كذي وحاطها بابا كرتا أما كذي ببالي كرتا هنا فكرة الله سبحانه وتعالى ولد لها في القرآن ما مالي قرآن كانوا آخرين ما يقانا أي قبل هذه فلاش موبيل كارتا وجهي وحرادي جي وكسيت لها وحجلات اللي جي أي وحدة ماشي تابين سورة البقرة
ودور الله لنا كلا أرجع لكن مع الأسف ما كان صعب صعب وقلت إيش لنتها قفعة تلاصق وريج الدنيا إلها وكشياطي وين بقول لك تسمع ما يكره مسكرا حال ما علم الشيخ قلت له قرآن أخري ما أنفع سيدي وكتاب عن قرآن الوقت يا بريقة وإلا وحونا قرآن كان بيت الخريب ما دور على مصر بودة ما روح على مصر بودة وحوية بجلشة وهل ما جاء مرك إخواني القرآن كان في الماء الله بقى وحيوين كان الله بقى بريقة وقولي أهل قرآن الله كلام الله يبقى أخري حجاب فينا كيسنا مصائب لنا جفتو حسنا جيرو وحوية وعب لبا خطر بطوطهي لكن محاكرة بباريسة ونبي ونعوه بشاري عليه الصلاة والسلام سورة البقرة أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيع بها البطل أي ساعة آية من سورة البقرة وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله كل قيلة حسب الناس هديها ليك يقول الواقعي وحكاة فاعسة شيطان من فوق وعن زوري شيطان وحبس أولي أبا هريرة وحالو الشيء لو محمود الله يوصى الشيء سبحانه وتعالى آية الكرسي هذه كي تبا ساحن أفضل تجار وكل يوم يراها بيسس الكرسي كل وقاب عكا كل وقاب أخري دوني بازد وحالو حتى توب مصروق لكم آيات شيطان لدى الله جل الله الكيبي تنقو قشب قشب تسل مغلا يا رب ست سوما ويسوط وليس سوما لكن إخواني قرآن حجاب كنا وان قصون المهر وان عنبر الله معك في عن كونا سن كخيل بلن عبي يميز وان حيقان أبو سدع أبو أفر بلن وجود حفاظ كتاب الله أولياء الله أهل القرآن ومهر الله صلى الله قولي يا وحي وحا قرآن والآبان شن أما اللح أما سدع أما أفر وإلهي أولي بسكن بارك إن شاء الله تعالى قرآن كتب الأخير ما نوين كهالا برو ثم كهالا برو هذي سنقرني نحب براتو هذي براو ويسنا من أهل القرآن ولا سنكو بسنا أرواني صلى الله عليه وسلم قبلها قرآن الحديد شخص يا مولد قبلها مساكين طوى قرآن الحديد قلوا اتفاق إيه هنا ما شاء الله مثلا وثلاثة وإلهة قبل لي سوان قبل أجل أنا أقول لك الله يكرمكم ويسعدكم السلام عليكم ورحمة الله.